صباح الخير اخوان. تتوردنا اسئله كثيره عن الثلوج في ارمينيا. هل الثلوج تتساقط في ارمينيا؟ هل تستحق زياره ارمينيا لمشاهده الثلوج وتساقط الثلوج؟ سنتوجه الى شلالات منتجع جيرو ونصور الطريق. اوكي تابعوني. هذه مستوى الثلوج. انا طولي متر 75 إلى متر 80 سنتيمتر. شوفوا الثلوج شاهد يعني تقريبا متر. وقد رشقي على مصورنا خلي نظرة مرة خصف. يا عموما نستخدم سياراتنا لزيارة شلالات جيرمو، لكن اليوم بسبب كثرة تساقط الثلوج سيارتنا ما تقدر توصل. استعنا بسيارة أخرى باجيرو راح نستخدمها حتى نقدر ننزل ونتجاوز الصعوبات اللي راح تصادف. تابعونا. صورت لكم الطريق بأكمله من الفندق اللي كنا مقيمين فيه إلى آخر نقطة تمكننا من الوصول إليه بالسيارة. الآن ترجمنا سنتوجه إلى الشلال على الأقدام. حوالي مسافة 100 متر 120 متر نمشي نوصل للشلال. تابعونا أيضا، كمل الفيديو وتقدر تتصل بنا عبر الرقم المعروف أسفل الشاشة. نحن في خدمة أعزائنا السواح.
الآن نحن فرض شلالات منتجع جنوب والشلال خلفي. استمتعوا بهذا المشهد الجميل.